لله حمد الشاكرين على عطاياه العظام، فالرب أكرمني تجاوز عن خطاياي الجسام، وإلى جنان الخلد أدخلني مع الصحب الكرام، وخطوت في عدل سعيدا حيث قد طاب المقام. لله حمد الشاكرين على عطاياه العظام. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. أورد بعضهم في كتب الآثار أن عابدا من عباد بني إسرائيل عبد الله تعالى في جزيرة منقطعا عن كل شيء، والذي يعيش لوحده ينقطع أيضا عن المعاصي، فلا يمكنه الكذب ولا الزنا ولا الغش ولا الغيبة ولا أمثالها من الذنوب، فليس عنده إلا الحجارة والحطب. فجلس هذا العابد على هذه الجزيرة يعبد الله تعالى 500 عام، فلما توفاه الله تعالى قال الله له: يا عبدي ألك ذنوب؟ قال العابد: لا، ما أظن أني أذنبت ولا عصيتك يا رب. قال الله: هل تريد أن تدخل الجنة بعملك أم برحمتي؟ قال العابد: بل بعملي. يعني تكاثر عمله خلال 500 عام. قال الله عز وجل: يا ملائكتي أحصوا عمله ونعمتي عنده. فأحصوها فوجدوا أن صلاته وعبادته وشكره في 500 عام لا تعادل إلا نعمة البصر، والبقية هالك فيها. فقال الله: خذوه إلى النار. فصاح العبد وقال: يا رب أدخلني الجنة برحمتك. نعم، مهما عبدنا الله فلن ندخل الجنة إلا برحمة الله. فيا من تتمنن بركعتين اثنتين أو بصدقة من درهمين أو بقراءة 10 آيات أو بعض تسبيحات، حذاري من الاغترار بالأعمال ولا الاتكال عليها ولا الركون إليها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. والحديث متفق عليه. لا يعرف أحد أبدا عنده يد عند الواحد الأحد، كلنا عنده فقراء ومخطئون، كلنا مسيئون ومقصرون. رحمك يا رب، إن لم تتغمدنا برحمتك هلكنا. أخي الحبيب، هب أنك بذلت نفسك لله وبذلت مالك لله، أليس هو خالق هذه النفس؟ أليس هو واهب هذا المال؟ فإذا أدخلك الكريم الجنة ألا يكون متفضلا عليك؟ وهذه العبادات التي تؤديها كم استغرقت من زمن؟ 20 عاما؟ أم 100 عام؟ في المقابل الكريم يدخلك الجنة عرضها السماوات والأرض، تستمتع فيها بلا زمن، خالدا مخلدا فيها أبدا. وانظر إلى سلسلة الأعمال التي تؤديها خلال فترة المحيا على هذه الأرض، كم يكتنفها من علل النفس وآفات التقصير. إنها لو كانت أعمال غيرك فعرضت عليك أنت ما قبلتها، لما فيها من غفلة وقصور وعيوب. إن المؤمن يعمل لكنه لا يتطاول بعمله أبدا. وقد يقول قائل: الله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فكيف نوفق بين هذه الآية وبين حديث لن يدخل الجنة أحدا عمله؟ الجواب، قال بعض أهل العلم أن الباء في الآية سببية،
بمعنى أن الأعمال هي مجرد سبب لدخول الجنة، وليست الباء باء عوض. باء العوض كأنك تقول أعطاني القلم بريال، فالريال ثمن للقلم. أما الجنة فليست عوضا عن أعمالنا وعباداتنا، فهي لا تستحق أن يعطى الإنسان عليها هذه الجنة، لكنها الأعمال سبب. وهذا الرأي. وذهب ابن القيم إلى قول آخر، وهو أن المؤمنين يكون دخولهم الجنة برحمة الله، فإذا دخلوا الجنة تتوزع عليهم الدرجات والمنازل حسب أعمالهم. وهذا رأي أحسن من الرأي الأول، والله أعلم. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. ورأيت ما لا قد رأت عين ولا سمع الأنام، حور قصور زخرف ثمر وأنهار المدام، حتى فرحت بأن نظرت لوجه ربي في بويا، فبلغت غاية ما أريد وحينها تم المرام، وسعدت بالرضوان بالرحمات في حسن الختام.